السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله اللي خرجت في القرعة اليوم، خرجت الحمد لله. وانا ماركيت اربع خطرات وانا ماركي، والحمد لله الذي انعمني بهذه النعمة. الحمد لله يا رب، الحمد لله اللي خرجت يا رب، الحمد لله. نحمد ربي نشكره على نعمته وعلى صحتي وعلى العافية يا رب العالمين، والحمد لله. الحاج حاسب اللي باش تخرج؟ خالد كنت حاسس باللي نخرج، والله لا كنت حاسها. كنت ناويها في واحد السيمانه، قلت لك وانا كما نقولوا كما كانت يجيني واحد في الليل ينوضني يقول لي راك باغي تشرق، ومن بعد يقول لي هلا نمشوا هلا نديروها. الحمد لله. والعائله خبرتهم بحال باغي؟ واه الصباح من جيت قال لي راك غادي، قلت لهم باغي نمشي نحضر القرعه. ولدي الله يكافح عليه، والله جا ربي ولدي هو اللي سجلني، والله الحمد لله الحمد لله. اه الحمد لله الذي الحمد لله يا ربي، الحمد لله اللي خرجت يا ربي، الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين يا ربي، الحمد لله يا رب. زيرتوب اول قناة الكترونية في الجزائر.